السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في فيديو جديد على قناتنا، في هذا المقطع شباب سوف أقدم لكم شرح ربح عملة نعم USDT بطريقة سريعة للغاية، وذلك عبر موقع يعمل جراب للأوردرز الخاصة بك. فاسم الموقع هو النوري56.com. فعند الدخول على هذا الموقع الموجود في الديسكريبشن سوف تقوم بمكريت الأكونت الخاص بك، سوف تقوم بوضع هنا اليوزر نيم، ثم تقوم بوضع الباسورد، ثم تقوم بعمل كونفيرم للباسورد، ثم تقوم بوضع الانفيتيشن كود الموجود في الديسكريبشن، ثم تقوم باختيار الكونتري كود. بعد ذلك سوف تقوم بوضع نعم هنا الفون نمبر، ثم تقوم بوضع الفيريفيكيشن كود وتقوم بالضغط على ريجستر ناو. نعم سبق لي ان قمت بالدخول، لذا سوف اقوم الان بوضع اليوزر نيم ثم الباسورد واقوم بالضغط على لوجين. فكما تلاحظون لوجين سكسسفول. فهذه هي واجهة الموقع كما تلاحظون. نعم، وهنا سوف نلاحظ أن الموقع لديه العديد من البارتنرز مثل إيباي، أمازون، وولمارت، وهنا سوف نجد كومينسون سوف يتم إضافتها في القريب العاجل، وهنا نجد اليوزر كوميشن نوتيفيكيشن، كما سوف نلاحظ الكومباني بروفايل. نعم، وهنا سوف نجد جميع المعلومات وهي شركة قديمة للغاية، وأيضا سوف نجد كل الأشياء كبروموشن ريورد، وأيضا سوف نجد كل الأشياء كما تلاحظون. فهذه يكون على حسب الليفلز كما تلاحظون، وأيضا سوف تلاحظون جميع الأشياء. وأيضا لو ذهبنا إلى الأسفل سوف تجدون التيتوريال الخاص بنا، حيث سوف ترى جميع الديتيلز كما تلاحظون، وسوف أترككم لقراءة جميع هذه الأشياء بأنفسكم، وأتمنى أن تقوموا بفهمها. أيضا لدينا شيء آخر وهو الانفيتيشن، نعم، حيث ترى هنا أنه يمكنك أن تقوم بمشاركة الكيو آر كود، أو تقوم بمشاركة الانفيتيشن كود، أو تقوم بمشاركة الانفيتيشن لينك في السوشيال ميديا كفيسبوك وواتساب وتليجرام وأيضا على تويتر. الآن سوف نقوم بالعودة ونقوم بالضغط على ديبوزيت أو توب أب، ثم تقوم باختيار USDT على شبكة TRC20. بعد ذلك سوف نقوم بكتابة المبلغ الذي نريد، فمثلا سوف أقوم بإرسال 10 USDT، نعم على هذا الشكل. بعد ذلك نقوم بالضغط على كوبي. الآن سوف أقوم نعم الذهاب إلى تطبيق باينانس وأقوم بإرسال لهم نعم TRX الذي يريدونه. نعم سوف أقوم الآن بالذهاب إلى الوالت، ثم سوف أقوم بالذهاب إلى هنا، نعم، ثم سوف أقوم بإرسال الـ USDT إليهم. أقوم بالضغط على withdrawal على هذا الشكل، ثم سوف أقوم بعملية السحب، وسوف أقوم بأن البريس هنا، وبعد ذلك سوف أقوم باختيار النتورك كما قلت لك عبر شبكة الترون، والآن أقوم بكتابة المبلغ الذي أريد، وأقوم الآن بالضغط على withdrawal. نعم يا شباب، والآن أقوم بالضغط على confirm وأعود إليكم. نعم يا شباب سوف ننتظر قليلا حتى يتم إرسال الديبوزيت، وسوف تلاحظون أنه سوف يتم استقباله. نعم يا شباب الآن سوف أقوم بالانتظار قليلا وأعود إليكم، وكما تلاحظون صارت الآن completed، والآن سوف نقوم بعمل سكرين شوت على هذا الشكل. نعم، ثم سوف نقوم بعمل كوبي للـ TX ID أو Transaction ID. نعم الآن سوف أقوم بالعودة إلى الموقع، ثم أقوم بعمل بيست هنا، ثم سوف أقوم بعمل أبلود للـ Transaction ID أو سكرين شوت. نعم سوف أقوم الآن بالذهاب إليها، ثم نقوم بالضغط على كونفيرم، وكما تلاحظون تم عمل ديبوزيت بنجاح. وكما تلاحظون الآن تم إضافة الديبوزيت بنجاح للأكونت الخاص بي. والآن بعد أن نقوم بهذه العملية سوف نقوم بالضغط على Grab. نعم، والآن بعد ذلك سوف نقوم بالضغط كما تلاحظون هنا لدينا Available Balance، Commissions، Completed Orders، Cancelled Orders، Yesterday Commissions، Team Commission. الآن أول شيء كما تلاحظون Every member from this room be able to grab 30 orders per day. نعم، وهنا سوف نجد أن تحصل على commission 0.18% of each order amount، وهنا يمكننا أن نقوم بالضغط فقط على automatic grab على هذا الشكل، وسوف نقوم بالانتظار قليلا يا شباب، وسوف تلاحظون كيف تجري هذه العملية. نعم الآن سوف تقوم بالانتظار قليلا، وكما تلاحظون هذا هو الorder amount، وهنا نحصل على commissions، وهنا نحصل على estimated return. الآن نقوم بالضغط على submit، وكما تلاحظون order completed، وتقوم بعملية نعم 13 order per day.
سوف نقوم بالضغط على Automatic Grab 30 مرة وسوف أعود الآن إليكم. نعم، فكما تلاحظون فأنت سوف تقوم بعملها وتكرارها على هذا الشكل حتى تقوم بالحصول على الأوردرز، وبهذه الطريقة سوف تستفيد. فبعد أن تقوم بعمل الأوردرز وتقوم بعمل جراب للأوردرز، سوف تقوم مثلا بجمع 30 أوردر. نعم، بعد ذلك كيف تقوم بعملية السحب؟ تقوم بالضغط على ويدرو، ثم سوف تقوم بعمل سيت للبيمنت باسورد. بعد ذلك سوف نقوم بوضع 4 ديجيتس. نعم، سوف أقوم بوضعه وأعود إليكم. وكما تلاحظون صارت الآن سكسس. والآن سوف نقوم بالضغط على الويدرول ميثود، ونقوم بالضغط على أد ويدرول ميثود، وهنا سوف نقوم بوضع الانفورميشن الخاصة بنا. بعد ذلك سوف نقوم بأخذ نعم الترانزاكشن، أو نقوم بأخذ الوالت أو الريسيفينج أدرس. نقوم بالضغط هنا. نعم، سوف نقوم بالذهاب إلى الباينانس ونقوم بأخذها. نعم، سوف أقوم الآن بالضغط هنا على الباينانس، ثم سوف أقوم بالضغط هكذا على الديبوزيت USDT، والآن سوف أقوم باختيار الشبكة عبر الترون. بعد ذلك سوف أقوم بالضغط على كوبي، والآن سوف أقوم بوضعه هنا بيست، وأن بعد ذلك سوف أقوم بوضع الترانزاكشن باسورد. أعود إليكم. نعم، والآن سوف أقوم بالضغط على Submit. نعم، سوف ننتظر قليلا، والآن صارت Success، وكما تلاحظون تم إضافة Payment Method، والآن يمكننا أن نقوم بعملية السحب. وكما تلاحظون نعم Balance، وهنا Order Completed، وهنا نرى Number of Withdrawals Today، وأيضا سوف نرى هنا Transaction Password. فبهذه الطريقة سوف تقوم بالسحب، هنا تقوم بوضع الويدرول اماونت على هذا الشكل. نعم، وسوف تقوم بعملية السحب وتقوم بوضع الترانزاكشن باسورد وتقوم بالضغط على كونفيرم. وبهذه الطريقة سوف تقوم بعملية السحب. إذا كان لديك أي تساؤل يمكنك التواصل مع الكاستمر سيرفيس عبر الضغط على أونلاين، ويمكنك التواصل معهم عن طريق الواتساب أو عن طريق اللايف شات. نعم، وكما تلاحظون بهذه الطريقة سوف تقوم بالتواصل مع خدمة العملاء. إذا كان لديك أي بروبلم أو أي مشكلة قم بعمل كونتاكت للكاستمر سيرفيس وقم بكتابة لهم، أو يمكنك التواصل معهم عن طريق الواتساب، أو يمكنك أيضا تقوم بعمل بيزنس كوبريشن معهم، وهناك العديد من الأشياء الأخرى. نعم، كما تلاحظون. وإذا أعجبك الشرح لا تنسى اللايك ولا تنسى الاشتراك في القناة. إذا أعجبك المقطع، وحتى تقوم بالاستفادة، شارك المقطع في التعليقات. وإلى